حملات مقاطعة لانتخابات مجلس الشعب التابع لسلطة الأسد وجرحى بإطلاق رصاص على المتظاهرين في السويداء. بالثلاث عشرة مسيرة مفخخة قوات الأسد تصعد استهدافها جنوب إدلب. وزير الخارجية التركي يقول إنه لن يجبر لاجئاً على العودة وأن بلاده لن تغير موقفها من المعارضة السورية. نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم، أهلاً ومرحباً بكم. نبدأ نشرتنا بالخبر الذي وردنا قبل قليل وفيه مقتل رجل الأعمال الموالي لسلطة الأسد محمد براء قاطرجي إثر غارة إسرائيلية على الحدود اللبنانية السورية. هذا وشهدت كلا من مدينتي السويداء ودرعا احتجاجات ومظاهرات رفضا لانتخابات مجلس الشعب التابع لسلطة الأسد، فيما أصيب مدني برصاص قوات الأسد في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء. وفي السياق ذاته أطلق ناشطون في شمال غرب سوريا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة الانتخابات. التفاصيل في التقرير التالي. كعادته يختار الأسد النهج العسكري في قمع المتظاهرين ضده، وهو سيناريو يتكرر منذ أكثر من 13 عاما. واليوم ينهال رصاص قواته الأمنية على المتظاهرين الرافضين لانتخابات مجلس الشعب في السويداء. مراسل حلب اليوم قال إن الرصاص كان الوسيلة المتبعة لتفريق المتظاهرين في ساحة الكرامة، لا سيما أنه أصاب رجلا مسنا بالرصاص المباشر. نهج الأسد لم يثني المحتجين في السويداء عن هدفهم، فاشتعلت معظم بلدات السويداء رفضا للانتخابات في يومها الأول. وهنا يحرق محتجو بلدة سليم صناديق الاقتراع مرددين عبارات إسقاط الأسد. مشاهد أخرى من بلدات مختلفة يتلف فيها المتظاهرون أوراق الانتخابات بطريقة مهينة. المحتجين من عنا راحوا على مبنى البلدية المجاور للساحة مشان يحاولوا عرقلة عملية الانتخابية، لأنه هاي العملية ما بتمثل الشعب السوري، ونحن بنعرف كلها هاي نتائجها محسومة سابقا يعني. في درعا لم تكن الاحتجاجات مختلفة عن السويداء، حيث أكد الناس رفضهم التام للانتخابات، في حين أطلق شبان آخرون من مدينة نوى عبارات تؤكد موقفهم من هذه الانتخابات، مصرين رفضهم طرد الأعضاء المرشحين للدورة الانتخابية لتثبت درعا بموقفها ضد الأسد وسلطته وأحزابه منذ اندلاع الشرارة الأولى للثورة السورية. رفض الانتخابات امتد ليشمل مناطق شمال غرب سوريا، حيث أطلق ناشطون حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعتها، أسموها لا للأسد وانتخاباته، مشيرين إلى أنها انتخابات غير شرعية تهدف لتكريس وتقسيم سوريا وتتناقض مع القرارات الدولية، خاصة القرار 2254. وينضم إلينا رعد الشوفي ناشط سياسي وميداني من السويداء. ما هي آخر التطورات في المنطقة لديك أستاذ رعد؟ نعم، كان فيك تطورات ملموسة اليوم بشكل هو يوم جذري تقريبا بالنسبة للتغيرات. من أبرز التغيرات هو مقاطعة انتخابات مجلس الشعب، فقامت مجموعة من شباب القرى والمقارن بمنع دخول بإقفال المراكز الانتخابية ومنع دخول وتكسير الصناديق. أضف إلى ذلك حتى القرى التي لم يقوموا بإقفال الصناديق والمراكز، كان هناك شبه مقاطعة عامة، لأن المزاج العام بشكل عام متغير بالمحافظة، والإقبال على الانتخابات لأول مرة يكون ضعيف، لا تتجاوز نسبة الإقبال 1%، وهو رقم لم يسجله ولم تسجل مجلس الشعب منذ تأسيسه من حوالي 5 عقود من الزمن.
يضف إلى ذلك كانت هناك تطورات على الصعيد الآخر، أنه صار في تبادل إطلاق نار. قامت مجموعة من العناصر الأمنية بالتمترس والتجمع في مبنى قيادة الشرطة المقابل لساحة الكرامة، وقاموا بمجموعة من الاستفزازات وأطلقوا النار بشكل عشوائي، مما أدى إصابة أحد المارة، وقامت ومد ما أدى إلى إقفال المحلات التجارية وإفراغ السوق بشكل عام من المارة ومن المتسوقين. نعم سيد رعد، ما هو موقف سلطة الأسد من إحراق صناديق الاقتراع، وهل كان هناك أي ردات فعل؟ هلق الشرطة، بالنسبة للشرطة نحن بنعتبرها من الحراك، أنه هي مؤسسة من مؤسسات دولي ويجب الحفاظ عليها. نحن خصومنا هن العناصر الأمنية، الأمن معروف بفروع الأربعة المعروفة هذه، حتى من قاموا باستخدام مبنى قيادة الشرطة هن عناصر أمنية وليسوا عناصر شرطة. عناصر الشرطة كانوا إيجابيين ومتعاطفين بشكل كبير مع الحراك، وخاصة أن ساحة الكرامة هي مجاورة لقيادة الشرطة. أما بالنسبة للعناصر الأمنية التي تمترسوا، هن عناصر من الدفاع الوطني وعناصر أمنية تمترسوا على سطح مبنى الشرطة وقاموا بإطلاق النار لتخويف المتظاهرين والسماح للمنتخبين بالعودة إلى لممارسة الانتخاب، ولكن بشكل عام هذا الأمر لم يفد شيئا، فالمظاهرات حققت مطالبها اليوم بمنع الانتخابات بشكل كبير، يعني بنسبة 85% تمكنت المظاهرات والشباب المعتصمين بساحة الكرامة بمنع حدوث الانتخابات ومنع المهزلة الانتخابية. شكرا عبد الشوفي، ناشط سياسي وميداني من السويداء. استهدفت قوات الأسد بأكثر من 13 طائرة مسيرة مفخخة صباح اليوم عددا من البلدات والقرى بمنطقة جبل الزاوية جنوب إدلب دون وقوع خسائر بشرية، وفق مراسل حلب اليوم. وأضاف المراسل أنه نتج عن استهداف المسيرات المفخخة أضرار مادية في قرى معرزاف وشنان ومنطف في ريف إدلب. وبحسب الدفاع المدني السوري فإن فرقه استجابت ل41 هجوما في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي باستخدام مسيرات مفخخة استهدفت بيئات مدنية شمال غرب سوريا، وتنطلق هذه الهجمات من مناطق سيطرة قوات الأسد وفق فريق الدفاع المدني. وينضم إلينا أحمد يد مراسل حلب اليوم من إدلب. ما هي آخر التطورات في المنطقة الآن أحمد؟ نعم، لوحظ بالفترة الأخيرة كثرة الاستهدافات من قبل قوات سلطة الأسد بالطائرات المسيرة المفخخة على القرى المأهولة وآليات الأهالي والسكان القريبة من خطوط التماس. استهدفت اليوم قوات سلطة الأسد 13 طائرة مسيرة مفخخة قرى شنان ومنطف ومعرزة والرويحة في الجنوب، حيث كانت الاستهدافات القرب من مدرسة معرزة. تم استهداف 4 سيارات صغيرة خاصة وشاحنة وسيارة ونقل ركاب وجرافة هندسية، فيما لم تصل بعض المسيرات إلى أهدافها دون وقوع إصابات. بحسب الدفاع المدني السوري اقتصرت الأضرار على الماديات. أيضا استهدفت قوات سلطة الأسد اليوم عدة قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي، منها البارة والفطيري وكرصفرة ومحيط سوهن وقرية رويحة ومعرقليل. ايضا في ريف إدلب الشرقي استهدفت قوات سلطة الأسد محيط بلدة آفيس. ايضا في ريف حلب الغربي استهدفت قوات سلطة الأسد قرى كفر عامة وكفر تعال والقصر. كيف ينعكس الاستهداف بالطائرات المسيرة على السكان من الناحية النفسية او ربما قرار النزوح؟ في الحقيقة تسبب هذه الاستهدافات حالة من الخوف والرعب بين المدنيين بسبب الإصابة المحققة التي تحققها هذه الطائرات. دائما السكان في المناطق القريبة من خطوط التماس يعيشون حالة من الخوف بسبب هذه المسيرات. هل حاولت فصائل المعارضة التصدي لهذه المسيرات؟ بالطبع تحاول الفصائل مع الأهالي التصدي لهذه المسيرات عبر الأسلحة المتوفرة. يكون التصدي لها بسلاح الصيد هو أكثر سلاح حقق نتيجة في التصدي لها، وتم إسقاط عدد كبير من هذه المسيرات كما شاهدنا من قبل. منذ أيام تم إسقاط 3 طائرات في بلدة عين نيرب، واليوم تم إسقاط طائرة مسيرة في بلدة معرزة.
نشكرك أحمد يد مراسل حلب اليوم، كنت معنا من إدلب. أصدر فريق منسقو استجابة سوريا تقريرا إحصائيا عن الأوضاع في شمال غرب سوريا خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث وثق الفريق تضرر 148 مخيما نتيجة العوامل الجوية المختلفة منذ بداية العام، مشيرا إلى أن 211 خيمة تدمرت بالكامل وتضرر أكثر من 91 ألف شخص من النازحين، كما سجل الفريق نزوح أكثر من 17 ألف نسمة من مناطق سيطرة سلطة الأسد إلى الشمال السوري، إضافة إلى وصول أكثر من 47 ألف شخص من تركيا عبر المعابر الحدودية. وبحسب تقرير الفريق فقد ازداد عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من 4 مليون نسمة، إضافة إلى ارتفاع مستمر في أسعار المواد والسلع. توصلت الجهات المتنازعة في مدينة جاسم بريف درعا إلى اتفاق مبدئي لإنهاء التوتر بعد 8 أيام من الاشتباكات المتبادلة بين آل الجلم وآل الحلقي. وجهاء وجهات ممثلة عن الفصائل المحلية في محافظة درعا قدمت إلى المدينة لإنهاء الاشتباكات وفق مراسلنا الذي أضاف أن اللواء 8 المدعوم روسيا قدم عقب ضغط شعبي بعد 7 أيام من الفوضى، وانتهت الوساطات العسكرية بالتهديد باستخدام القوة لإلزام الطرفين بتنفيذ الاتفاق الذي تم في جلسة المفاوضات الأخيرة، والذي ينص على تسليم أفراد مطلوبين من العائلتين وتشكيل لجنة شرعية لتحكم بين الطرفين في حال تسليم الأشخاص المطلوبين، وفق مراسلنا الذي أكد أن سلطة الأسد لم تتدخل مطلقا بإنهاء الاشتباكات. يشهد القطاع الطبي في جنوب إدلب تدهورا حادا مع توقف الدعم عن مركز أوريم الجوز الصحي، هذا المركز الذي كان يقدم خدماته لأكثر من 50 ألف مستفيد يعاني الآن من توقف خدمات الإسعافات الأولية وتوزيع الأدوية المجانية، بالإضافة لتوقف عيادة الأطفال. يعاني القطاع الطبي من أزمات متتالية ومن ضمنها توقف الدعم عن مركز أوريم الجوز الصحي. يعد هذا المركز من أهم المنشآت الطبية في منطقة جنوب إدلب، حيث يقدم خدماته لأكثر من 50 ألف مستفيد. توقف الدعم أدى إلى توقف الإسعافات الأولية وتوزيع الأدوية المجانية وحتى عيادة الأطفال، وتراجع قدرة المركز على تقديم الرعاية الصحية الأساسية. يعني بالنسبة لنا نحن مريضين سكري، في ولا 10 نحن بأورم الجوز، وكلهم حالي يعني تحت الوسط. نحن إذا بدنا نروح نشتري شاش على مؤاخذة ونشتري دواء، عرفت علي شلون؟ يعني ما بيمشي حال. وهلا أنا عديت على الصيدلية ما عندهم بضاعة، جبت معي بكرتين شاش مشان أشو؟ مشان القدم السكري. كان يخدمنا بعدة أمور، وهلأ أصبح أنه أتفه الأمور بالضماد، تغيير ضماد ما بقى فيه. يعني هلأ صار عندنا المشوار أدب المديني، أقرب مشوار أدب المديني صار تكل فيه زايدي وأمور يعني صعبة كتير على المواطن. توقف الدعم لمركز أوريم الجوز الصحي لم يقتصر تأثيره على المرضى فقط، بل شمل أيضا الطاقم الطبي. الأطباء والممرضين باتوا غير قادرين على تأدية واجباتهم بسبب نقص الموارد والأدوية والمعدات الطبية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الصحية في المنطقة بشكل عام. يقدم مركز أوريم الجوز الصحي حوالي 6 قرى محيطة بالمركز، يبلغ عددها تقريبا 25 ألف نسمة، ويخدم قرية أوريم الجوز والمخيمات غرب القرية، يقدر عددهم 10 آلاف نسمة. تغيب الخدمات الصحية بسبب انقطاع الدعم عن المركز مثل باقي المشافي والقطاع الطبي، ويفتقر المركز لكميات كبيرة وشح من الأدوية والمواد الإسعافية. مع استمرار الأزمات الإنسانية في شمال غرب سوريا، تتزايد الدعوات للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتدخل العاجل وتقديم الدعم اللازم لإعادة تشغيل مركز أوريم الجوز الصحي وجميع المنشآت الطبية التي توقف عنها الدعم، لتخفيف معاناة المدنيين في تلقي العلاج في المشافي الخاصة.
في ظل الأزمات التي يمر بها القطاع الطبي في شمال غرب سوريا، توقفت العديد من المنشآت الطبية عن العمل بسبب إيقاف الدعم عنها، مما ترك آلاف المدنيين غير قادرين على تحمل تكاليف المستشفيات الخاصة. أحمد يد، حلب اليوم، ريف إدلب. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. نازحو مخيمات ريف إدلب يناشدون بشأن خطر الحشرات السامة كالعقارب والعناكب على أطفالهم ونسائهم. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده لن تغير موقفها من المعارضة في سوريا في حال تم تحقيق تقدم في مسار التطبيع مع سلطة الأسد. وبما يتعلق باللاجئين السوريين في تركيا، قال فيدان إن سياسة تركيا واضحة تجاه اللاجئين وأنها لم ولن تجبر أي لاجئ بالعودة إلى سوريا. وأشار فيدان إن تركيا تقدم التضحيات من أجل إحلال السلام ووضع جميع الأطراف على طاولة واحدة وفق قوله. كما أشار فيدان إلى أهمية تطوير آلية الحوار الوطني التي حددها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والتوصل إلى حل يدعمه المجتمع الدولي. وينضم إلينا علي عبد المجيد، باحث في مركز عمران للدراسات من إدلب. ما هي دلالات تصريحات فيدان الأخيرة بخصوص المعارضة وأن تركيا لن تغير موقفها في حال التطبيع مع سلطة الأسد؟ تحياتي لكم، تحياتي للسادة المشاهدين قناة حلب اليوم الأكارم. زخم التصريحات خلال الفترة الأخيرة، نلاحظ أن التصريحات التركية بعد دعوة السيد أردوغان لبشار أسد رأس النظام السوري ونكوص وعدم ربما تحقيق المطالب من قبل الطرفين، فشلت ربما الخطوات الأولى. فنلاحظ هنا جاء تصريح على أثرها اللي هو من السيد هاكان فيدان حول عدم التخلي عن المعارضة. هنا نلاحظ أن تركيا دوما تبحث عن التوازن بين مصالحها الوطنية والتزاماتها الدولية والعمل وفق القرارات الدولية. الضغوط الحالية على السياسة التركية، ربما هناك استحقاقات قادمة هي انتخابات الأمريكية ووصول ترامب إلى السلطة، وهذا ما يعمل اليوم عليه الروس لمحاولة تسويه الملف السوري قبل وصول ربما أول تلويح بوصول ترامب إلى السلطة، وهذه ورقة جدا يتم العمل عليها في حيال الملف السوري وانعكاساتها طبعا نعرفها جميعا. شركة فرات، نعم، بخصوص اللاجئين، كيف ستتعامل تركيا مع الملف في حال تطبيع علاقاتها مع سلطة الأسد؟ تركيا اليوم تحاول أن تصل إلى تفاهمات مع نظام الأسد بإيجاد مناطق آمنة والعودة إلى ربما حدود سوسي وأسيداني وضمان عودة آمنة وكريمة بما يرافق إعمار جزئي للمناطق التي استولى عليها نظام الأسد في عام 2019. ربما هذه بين قوسين هي أهم ما يتم العمل عليه، لكن إصرار النظام على خروج القوات التركية من الأراضي السورية كان عامل أدى إلى تعثر المفاوضات بين الطرفين ووصول إلى تفاهم. نعم سيد علي، فيدان أشار أن تركيا تعمل على إجراء حوار وطني سوري، هل هذا ممكن برأيك؟ الأطراف السورية اليوم بعد التصريحات التركية أصبحت في حالة ربما احتقان أو خوف أو تخوف من ارتداد ما للسياسة التركية، خصوصا بعد أحداث قيصري وما تبعها من مظاهرات في الشارع السوري. يتم السعي لاحتواء الحراك السوري من قبل الفاعلين في الملف خصوصا الأتراك اليوم، فيتم على عقد حوارات، عقد لقاءات بالتوازي مع الحراك القائم في الميدان وهو اعتصام الكرام. نشكرك سيد علي عبد المجيد، باحث في مركز عمران للدراسات من إدلب. يواجه مزارعو جبل الزاوية تحديات كبيرة هذا الموسم بسبب الانتشار الواسع لحشرة التين الشمعية، حيث أدى الشتاء الدافئ إلى عدم القضاء على بيوض ويرقات الحشرة،
فيما ساهم نقل اللقاح من مناطق مصابة إلى أخرى سليمة في زيادة أعدادها. المزيد في التقرير التالي. يقف ياسر في حقله المتضرر في جبل الزاوية، يشاهد بألم كيف تنتشر حشرة التين الشمعية على أوراق وثمار التين. رغم جهوده الحثيثة في رش الأشجار بالمبيدات، إلا أن انتشار الحشرة تجاوز قدرته على السيطرة، مما حطم أمله في موسم زراعي ناجح. عم نعالج، صرنا 3 سنين كل سنة بنعالج مرة ومرتين وثلاثة، ما عم نستفاد، يعني ما في نتيجة، عم بيأثر، يعني عم نحط نص الموسم تكاليف بخ وما بخ، مبيدات وحق مبيدات، وما عم نستفاد شيء. نطالب وزارة الزراعة، مديرية الزراعة، المنظمات بدعم المزارعين في هالمنطقة، لأن لقمة عيشنا من هالموسم هذا. نطالب الحكومة، نطالب المنظمات، نطالب وزارة الزراعة والمديرية الزراعة والجميع بيساعدونا على القضاء على هالحشرة هاي. يعود انتشار حلزون التين هذا الموسم إلى الظروف الجوية الدافئة التي شهدها فصل الشتاء الماضي، والتي لم تكن كافية للقضاء على بيوض ويرقات الحشرة. بالإضافة إلى ذلك، ساهم التتويب أي نقل اللقاح من مناطق أخرى مصابة في انتشار الحشرة بشكل أكبر، مما أدى إلى زيادة أعدادها بشكل كبير. السنة الانتشار كبير جدا، نتيجة يعني بالمية 90 نتيجة التتويب اللي تم لشجرة التين من مناطق تانية، وخاصة من المناطق اللي كانت موبوءة بهذه الحشرة كتير. منا نحن نقوم بعمليات مكافحة لهذه الحشرة حسب الإمكانيات الموجودة عندنا. صرنا من عالجها السنة الماضية، وهي السنة انتشرت انتشار كبير جدا نتيجة الظروف الجوية اللي مرت عليها المنطقة، كانت درجات الحرارة مرتفعة في الشتاء، فالانتشار كان كبير جدا. في ظل غياب دعم الحكومة للمزارعين، يتكاتف المزارعون مع المهندسين الزراعيين لمواجهة تحديات انتشار حشرة التين الشمعية من خلال تبني التقنيات الحديثة في مكافحة الآفات، يستندون إلى مبادراتهم الفردية وعملهم الجماعي لتحقيق التقدم في حل هذه الأزمة الزراعية. بينما يستمر المزارعون في مكافحة حشرة التين الشمعية بوسائلهم المحدودة، يبقى السؤال: هل ستتمكن الجهود المحلية من إنقاذ موسم التين هذا العام؟ أحمد بهايد، حلب اليوم، جبل الزاوية. يواجه الأهالي في مخيمات الساحل بريف إدلب الغربي مشكلة خطيرة بسبب انتشار العقارب والحشرات المختلفة، مما يشكل خطرا كبيرا على حياة الأطفال الذين يعيشون في هذه المخيمات المكتظة. في ظل ظروف إنسانية صعبة يعيشها نازحو مخيمات ريف إدلب، تضاف معاناة جديدة تهدد سلامتهم وصحتهم، ألا وهي انتشار الحشرات السامة، خاصة العقارب والعناكب، مما يشكل خطرا كبيرا على حياة الأطفال والنساء والرجال المقيمين في هذه المخيمات. نحن قاعدين بخيام ما نحس إلا ولد عضته حي، نحمله بننقله أو عضته عقربة، والأمور صعبة وبتتكاثر هون بسبب تضاريس الأرض حجري، وهو الزاحفات بيسكنوا بالمنطقة الحجرية، وفي حشرات طائرة هي أول مرة بنشوف إنها غريبة، مثل الحشرة الحلبية هي اللي عم تعض الأولاد وعم بتعمل حب وتعمل وضع صعب كثير. يشتكي النازحون من خطورة لدغات العقارب السامة التي تؤدي لإصابات خطيرة بين السكان، وسط بيئة جبلية تعتبر بيئة خصبة لانتشار الحشرات المتنوعة، في ظل صعوبة توفر الأمصار المضادة وبعد النقاط الطبية والمستشفيات في المنطقة. ساعات العقارب تتجاوز 5-7 حالات لساعات عقارب أسبوعيا، هذا كلام عم بحكي أنا. لدغة أفعى تحتاج 25-30 أحيانا مصل، المصل حقه حوالي 5-6 دولارات أو أكثر يمكن، فتتخيل الرقم. يعني ما صار عندنا برنامج نحن لتزويد المشافي لا عن طريق منظمة ولا عن طريق خاص بهالكميات. يطالب نازحو مخيمات ريف إدلب على الحدود السورية التركية الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية بضرورة العمل على مكافحة الحشرات السامة في مخيماتهم،
وتوفير البيئة الصحية الآمنة التي تحميهم من مخاطرها وأمراضها. آفة خطيرة تضاف إلى قائمة مأساة النازحين ومعاناتهم داخل الخيام، ليصبح جل ما يطلبونه مكافحة الحشرات السامة التي تنتشر بفصل الصيف والتي تشكل خطراً على حياتهم وحياة أطفالهم. قصي محمد حلب، اليوم ريف ودلب. يعاني طلاب مدينة تل أبيض بريف الرقة شمال شرق سوريا من قلة في أعداد المدارس التي تم تفعيلها للعملية التعليمية بسبب تحويل بعضها لمراكز إيواء للنازحين من قرى جنوب تل أبيض. أزمة إنسانية حادة تواجهها مدينة تل أبيض في شمال شرقي سوريا، حيث تسببت الصراعات المستمرة في نزوح أعداد كبيرة من العائلات، وقد تحولت بعض المدارس إلى مخيمات مؤقتة للنازحين. نازح صار لي شيء 11 سنة، سكننا حاليا بهذه المدرسة صار لنا 5 سنين بهذه السنة. طلب منا المجلس بديل، طلبنا نحن من المجلس بديل، أعطانا بديل ضيعة اسم الطيبة على خط الأول خط الجبهة، ما بنحسن نطلع له غادي، وظلينا بهذه المدرسة. مي ما بي، كهرباء ما بي، عمل ما بي، سكن خيمة. أجبر العديد من النازحين على الإقامة في المدارس، مما أخرج العديد منها عن الخدمة وخلق أزمة حقيقية للطلاب. في ظل نقص عدد المدارس المتاحة، يواجه الطلاب تحديات كبيرة في الوصول إلى مؤسساتهم التعليمية، حيث يتعين على الكثير منهم قطع مسافات تصل إلى كيلومترين يوميا. تتكون مديرية التربية والتعليم في تل أبيض من 300 مدرسة، وعدد الطلاب بما يقارب 29,500 طالب. وهناك بعض المشكلات التي تعاني منها مديرية التربية، وهي سكن أهالينا النازحين في بعض المدارس، ما يكون عائق أمام الطلاب، فيؤدي إلى تسرب بعض الطلاب أو ذهاب الطلاب إلى مكانات بعيدة بحثاً عن التعليم. وفي الوقت الحالي يعمل المجلس المحلي والجهات المسؤولة على حل هذه المشكلة، ومن هذه المدارس مدرسة عين العروس في تل أبيض ومدرسة سليمان خاطر في ناحية سلوك. على الرغم من جهود المجلس المحلي في توفير حلول مؤقتة، فإن نقص الدعم من المنظمات الإنسانية والمساعدات المقدمة للنازحين يجعل السلطات المحلية عاجزة عن توفير مراكز بديلة لإيواء المهجرين وضمان تقديم الخدمات الأساسية لهم. يأمل الأهالي أن تكون هذه العطلة المدرسية فرصة لإعادة تأهيل وترميم المدارس المتضررة وتجهيزها قبل بدء العام الدراسي الجديد. هذا الأمل يعكس رغبتهم في تحسن الظروف التعليمية لأبنائهم واستعادة نوع من الاستقرار في حياتهم اليومية. من مدينة تل أبيض، نوار رهاوي، حلب اليوم. تستقطب مهنة صهر المعادن وسكبها التي تشتهر بها مدينة الباب شرقي حلب العشرات من الشباب للعمل بها، على الرغم من خطورتها ومشقة العمل بها، إلا أن أجورها تعتبر جيدة مقارنة بالمهن الأخرى. لنتابع التقرير والتفاصيل. رغم الحرارة المرتفعة وخطورة العمل، يواصل أبو رضوان عمله بسكب المعادن منذ عدة سنوات داخل معمل لصهر الحديد بالمدينة الصناعية في مدينة الباب. يتحدى أبو رضوان جميع المخاطر مقابل أجر يراه جيدا يعينه على تأمين احتياجات عائلته. أول ما فت عليها يعني فيها خطورة كتير، بس هلا الحمد لله رب العالمين فضل الله عز وجل يعني تعلمت فيها وستعلق ميضة اشتغل. ما يعني انه الشباب بشو مثلا الشغلة غلط من الشباب، مثلا هذول الجدد المتعلمين عنا جدد هذول يعني بصحيهم بقول لهم انه هي غلط هي ما هي غلط، ضافوا بيشتغلوا على السوا هالمجال هذا اللي فتت فيه يعني، وما ما بصحي انه احسن ايه يعني برا فيه بس يوميات قليله ايه يعني ما بتسب. انا اليوم مصروف بيت عندي وعيال وكذا وايجارات ايه ما بتوفي برا، لذلك ضليت في المصلحه هاي. ما بين الحديد والنار، يعمل العشرات في هذه المهنة بالرغم من المخاطر التي يواجهونها، فالأجور التي يتقاضاها العاملون بمهنة سكب المعادن تعتبر جيدة مقارنة بالمهن الأخرى، ما يدفع الكثيرين للانتقال إلى العمل بها للتغلب على مصاعب الحياة.
ولا خطورة حروقة بس يعني مثلا نحن عم نسكي مثلا عم نطبع الطبعة بتطير علينا شرارات بحرقوا لنا كنزاتنا بتبعجي كنزة تفوت على الصدر لجوا بتلاقي صدر من هون محروقة كتير ايه والحمد لله هذا الخطورة بمصلحتنا الفران حتى شقفة سميكة مثلا فيها وساخ بتطرش علينا شيء تقيل بهبد على الفرن بتطرش علينا يعني ايه هذا هو الخطورات بس الحمد لله ايه بسكر الصدر مثلا من الدخنة من النشح اللي بحطه بالفران بطلع الدخنة بتاعج بجيت كله فوت على الصدر لعنا. المنشآت التي تعمل بصهر المعادن تزايدت أعدادها بشكل كبير، لكن مخاوف أصحاب هذه المنشآت والعاملين فيها بدأت تتزايد بسبب تصدير خردوات النحاس والحديد والألمنيوم من الشمال السوري إلى تركيا، ما قد ينعكس سلبا بتقليل ساعات العمل أو تسريح بعض العاملين في هذه المنشآت. بالرغم من التحديات والصعوبات التي تواجه هذه المهنة إلا أنها تسد احتياجات العديد من العائلات في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وقلة فرص العمل. ماجد العمر، حلب اليوم، من المدينة الصناعية، مدينة الباب. نهاية النشرة. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. دمتم في رعاية الله.